أهلا بكم مشاهدينا في فقرة ضيف الغرفة. حققت المؤسسات الجامعية خلال الموسم الماضي إنجازات هامة فيما يخص الابتكار وإنشاء المؤسسات، منها حصول قرابة 300 مشروع على المستوى الوطني على وسم مشروع مبتكر. في إطار تطبيق القرار الوزاري 1275 المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة شهادة مشروع مبتكر، ولمناقشة هذه النقاط وأخرى نستضيف هنا في البلاتو أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي. صباح الخير أستاذ أكرم، وأهلا بك معنا. صباح النور أستاذة، تحية طيبة لك لكل المشاهدين الكرام. شكرا لك أستاذ أكرم. دعنا نبدأ من هذه النقطة. في مجال التعليم العالي حصل قرابة 300 مشروع على وسم مشروع مبتكر. أولا كيف تجد هذه النسبة، أو ما هو تقييمك لهذه النسبة؟ أكيد، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة لمناقشة أهم المواضيع اليوم على الساحة الاقتصادية، وهو جزء مهم حقيقة يأتي في إطار جهد الدولة الجزائرية والسلطات العمومية للتوجه نحو التجديد والإنعاش الاقتصاديين. اليوم اندماج الجامعة الجزائرية وكذلك اندماج فضاءات المؤسسات الجامعية في الحياة الاقتصادية أمر جد مهم، وكذلك اندماج حتى هذه المؤسسات في زرع روح المقاولتية، خاصة أنه اليوم عالم المقاولتية يعيش إصلاحات جد معمقة، إصلاحات قانونية، إصلاحات كذلك مؤسساتية، يعني جاء بها السيد رئيس الجمهورية. أولا نبتدئ لكي يكون المشاهد الكريم في الصورة، نبتدئ ونتحدث عن الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية. يعني كانت هذه الإصلاحات المتعلقة بالمقاولتية بإعادة النظر وهيكلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية التي تهتم بخلق نشاطات اقتصادية خاصة بالمؤسسات المصغرة، كذلك استحداث صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة على يساف الذي يهتم باستحداث نشاطات اقتصادية متعلقة بالمؤسسات الناشئة، لأنه حقيقة نموذج المؤسسات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة هو نموذج قديم في الجزائر، ولكن النموذج الاقتصادي الجزائري ونسيج المؤسسات الاقتصادية في الجزائر كان يغيب عليه نموذج المؤسسات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة إذن جاء السيد رئيس الجمهورية أدخل هذا النموذج إلى النسيج الاقتصادي، استحدث كذلك صندوق خاص بتمويل المؤسسات الناشئة، وهذا بغية يعني التوجه إلى خلق نسيج متكامل ما بين كل شرائح المؤسسات الاقتصادية، من مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة متوسطة، مؤسسات كبرى، وحتى مؤسسات ناشئة. يتساءل المشاهد الكريم يقول لك ما هو دور المؤسسات الناشئة، ما الفرق ما بين المؤسسات الناشئة ما بين المؤسسات المصغرة. نتحدث لكي نتوصل إلى يعني الموضوع الذي نناقشها اليوم. الفرق ما بين المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، المؤسسات المصغرة هي حجم صغير من المؤسسات الاقتصادية، سوقها تقليدي وقديم، المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المصغرة هي منتجات وخدمات تقليدية، على عكس المؤسسات الناشئة، المؤسسات الناشئة تقدم خدمات ومنتجات ابتكارية تساهم في زيادة الإنتاجية وتقليص وقت إنتاجية هذه المؤسسات الاقتصادية التقليدية التي هي المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة، ونسبة نمو المؤسسات الناشئة هي نسبة كبيرة مقارنة بالمؤسسات المصغرة، واعتماد أكيد المؤسسات الناشئة على الابتكار. إذن هذه هي الإصلاحات من خلال بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية التي تهتم ب خلق نشاطات اقتصادية متعلقة بالمؤسسات المصغرة، وكذلك استحداث صندوق خاص بتمويل الشباب لأفكارهم لاستحداث نشاطات اقتصادية متعلقة بالمؤسسات الناشئة، بغية الوصول إلى يعني نسيج اقتصادي متكامل ما بين المؤسسات الاقتصادية، وحتى خلق وزارة خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، وهذا بغية التكفل بهذا الملف، ملف المؤسسات المصغرة وحتى المؤسسات الناشئة الوفد الجديد. ومن هنا جاء اندماج القطاع التعليم العالي وأكيد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إطار عمل حكومي وتضامن حكومي، عمل مشترك ما بين القطاعات الوزارية للوصول إلى الأهداف. الأهداف هي حقيقة هي التوصل إلى خلق نسيج اقتصادي متكامل ما بين المؤسسات الاقتصادية، وهذا طبعا بهدف التوجه إلى نموذج اقتصادي جديد، لأنه كما يعلم العام والخاص الجزائر عاشت أزمة اقتصادية السنوات الأخيرة على غرار باقي دول العالم، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان فيها تهاوي لأسعار النفط، كانت حتمية أن نتوجه إلى
خلق نموذج اقتصادي يبتعد الاعتماد على في تمويل الخزينة العمومية إلا على مداخيل البترول والغاز. يجب أن ننوع المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت هذه الخطوات في دعم وتنمية المقاولاتية. الجامعة اليوم اندمجت في هذا السياق، خاصة من خلال جهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال القرار الوزاري الذي يعنى بشهادة جامعية، شهادة مؤسسة ناشئة، وهذا لتحفيز الشباب للتوجه نحو خلق نشاطات اقتصادية متعلقة بالمؤسسات الناشئة، لأنه حقيقة في أوسط الجامعة في الطلبة لدينا شباب مبتكرين حاملين لأفكار، يجب أن نرافقهم ونعزز هذه الثقافة، ثقافة المقاولاتية، لخلق مؤسسات ناشئة تعمل على استكمال وتعزيز وتقوية النسيج الاقتصاد الوطني، نسيج هذه المؤسسات، لأنه حقيقة اليوم تنويع الاقتصاد الوطني يأتي من خلال إعطاء الفرصة لكل شرائح المؤسسات، وكذلك يعني جهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجهد المشترك كذلك مع قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، جاء ليرافق الشباب وليحفزهم لتحمل مسؤوليتهم الاقتصادية. نعم، نعود الآن إلى زيارة رئيس الجمهورية لولاية الجلفة التي كانت زيارة محلية بطابع وطني، كان لها أبعاد وطنية. انعقد رئيس الجمهورية لقاءات مع أعيان المجتمع المدني، تحاور معهم، استمع إلى انشغالاتهم. يعني ما هي أبرز الانشغالات الاقتصادية المتعلقة بعالم الشغل؟ أكيد هو أولا بالرجوع إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية الجلفة، وخاصة يعني تدشينه لعديد المرافق العمومية التي تصب أساسا في منفعة المواطن وساكنة هذه الولاية، وحتى بعد هذه المرافق العمومية التي تم تدشينها لديها البعد الوطني من خلال السكة الحديدية، من خلال مركز السرطان الخاص بمكافحة وعلاج السرطان، حتى كذلك بعث السد الأخضر. نتحدث كذلك عن لقاء السيد رئيس الجمهورية بفعالية المجتمع المدني، أين صرح أنه يعني نسبة البطالة في ولاية الجلفة هي نسبة مرتفعة نوعا ما، وكل الظروف يعني مهيئة لمجابهة ولمواجهة هاجس البطالة في ولاية الجلفة، خاصة أنه ولاية الجلفة يعني لديها خصوصية، هي ولاية داخلية، ولاية مليونية، ولاية استراتيجية تربط الشمال بالجنوب، تربط الشرق بالغرب، لديها عديد المقومات. إذن هذه كل هذه المقومات الوطنية التي تكتسبها ولاية الجلفة من شأنها أن يعني تعمل على يعني مجابهة هذه ظاهرة البطالة في ولاية الجلفة. بالعودة إلى يعني الأبعاد الاقتصادية، حقيقة كان لزيارة السيد رئيس الجمهورية لولاية الجلفة البعد الوطني أولا، كذلك الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية، حتى الأبعاد الأمنية، من خلال بعث السد الأخضر الذي يتربع على مساحة 400 ألف هكتار، من خلال غرس الأشجار المثمرة. البعد الأمني، يتساءل المشاهد الكريم ما هو البعد الأمني في بعث السد الأخضر؟ أولا نتحدث عن ملف الأمن الغذائي الذي دول العالم في ظل الأزمات الأخيرة، ظل أزمة أوكرانيا وروسيا، الكل أصبح يسارع الزمن لضمان أمنه الغذائي ولمجابهة هذه التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي. نعم، التحدث عن بعث السد الأخضر من خلال الأشجار المثمرة سيساهم في تعزيز قدرات الجزائر في مجابهة تحديات الأمن الغذائي، هذا من جهة، وكذلك سيكون بعث ملف السد الأخضر لديه البعد الاجتماعي من خلال سلسلة الحلقات التي سيربطها المتعلقة بالاقتصاد الوطني، المتعلقة يعني إنشاء مؤسسات مصغرة إنتاجية وخدماتية، المساهمة كذلك في توفير المادة الأولية لبعض الصناعات الغذائية والتحويلية. طبعا أستاذ أكرم، نعود إلى الجامعة، يعني فتح الجامعة على سوق الشغل وتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني هو التوجه الحالي، هناك جهود متواصلة للعمل على إظهار جيل جديد من رجال الأعمال من أجل إدماجهم في الحياة الاقتصادية بهدف إعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم الاقتصادية، كيف يمكن أن نحقق هذا التوجه؟ أكيد
نحن توقفنا في أول محور في تحمل الشباب لمسؤولياتهم الاقتصادية. اليوم الشباب لديه أكيد مسؤوليات سياسية، لديه مسؤوليات اجتماعية، لديه مسؤوليات اقتصادية، وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية هو يعني جهد لتبصيره بمسؤولياته الاقتصادية التي هي جزء من المسؤوليات الاجتماعية. إذن انفتاح الشباب الذي يتواجد في أواسط الجامعة، في أواسط معاهد ومراكز التكوين المهني، الشباب الذي يحمل أفكار مقاولتية من شأنها أن تتجسد في نشاطات اقتصادية، أكيد على أرض الواقع، في نشاطات اقتصادية متعلقة بمؤسسات مصغرة أو مؤسسات ناشئة، يحتم أن يكون هناك مرافقة أكبر للشباب في أواسط الجامعة، في أواسط المعاهد ومراكز التكوين المهني، في الفضاءات التي يتواجد فيها الشباب لتعزيز روح المقاولتية. لأنه كذلك بالرجوع كذلك إلى خصوصية الجزائر، هو النسيج المجتمعي في الجزائر يعني نسبة 70% من التركيبة المجتمعية في الجزائر هم شباب. يجب الاستثمار عفوا في هذه الطاقة البشرية، نسبة 70% أكيد. مكونات النسيج المجتمعي في الجزائر هم شباب، يجب الاستثمار في هذه الطاقة البشرية من خلال يعني ما يعرف بالاقتصاد المورد البشري. إذن اليوم تحفيز الشباب نحو وتعزيز قدراتهم نحو عالم المقاولتية سيساهم في خلق نشاطات اقتصادية، حتى أنه اليوم يعني الجهد أصبح ببعد اقتصادي أكثر منه اجتماعي. كيف أصبح الجهد ببعد اقتصادي أكثر منه اجتماعي؟ البعد اليوم أصبح ببعد اقتصادي لأنه الشباب اليوم يجب أن لا يطلب من الدولة مناصب شغل دائمة، ولكن يجب أن يتوجه لخلق نشاطات اقتصادية. لا يمكن لأي منظومة دولية أن توفر مناصب شغل دائمة للعدد الكبير من الشباب في بلدانهم من يتخرجون من الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني. في إحصائية يعني أكثر من 250 ألف طالب جامعي يتخرج من الجامعة سنويا، أين يتوجهون؟ الدولة لا يمكنها توفير مناصب شغل دائمة سواء في القطاعين العام والخاص، ولكن هناك آليات أخرى حديثة في عالم التشغيل، وهي من خلال توجيه الشباب الذين يحملون أفكار، الذين لديهم روح للمقاولتية، لتجسيد أفكارهم في نشاطات اقتصادية متعلقة سواء بمؤسسة مصغرة أو مؤسسة ناشئة. ولكن يتحدث ويتساءل المشاهد الكريم، ماذا وفرت الدولة؟ هل وضعت المناخ؟ هل وضعت الاستراتيجية لمرافقة الشباب؟ نقول أنه هناك آليات دعم وتمويل مادية من خلال صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، وحتى من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية التي ننتظر إعادة بعث هذه الوكالة التي تمول النشاطات. هذه النقطة بتحديد وعالم المقاولتية، يعني كيف نشجع طلبة لتوجه إلى عالم الابتكار وخلق المؤسسات الناشئة والمقاولتية. جيد، هو السؤال جد مهم، كيف نحفز الطلبة للتوجه نحو عالم المقاولتية واندماجهم في الحياة الاقتصادية. بالرجوع بالخصوص مدام الموضوع اليوم حول المؤسسات الجامعية وهذه الفضاءات المساهمة في يعني تعزيز والإنعاش الاقتصاديين، نتحدث على أنه الجامعة اليوم أصبحت يعني مؤسسة جد مهمة لتوفير متطلبات الاقتصاد الوطني، هذا الشيء الأول. نتحدث كذلك أنه الجامعة أصبحت مشتلة لبروز رجال أعمال جدد، حتى أنه اليوم بالرجوع كذلك إلى الالتزام 11 للسيد رئيس الجمهورية في وضع خطة خاصة بالشباب، يلتزم فيها السيد رئيس الجمهورية أنه ستكون هناك مساعي لبروز جيل جديد من رجال الأعمال. اليوم المؤسسة الجامعية أصبحت من بين المؤسسات، أصبحت من بين الآليات التي تسعى وتعمل على بروز جيل جديد من رجال الأعمال من خلال مرافقتهم وتعزيز قدراتهم في عالم المقاولتية. كيف يكون ذلك؟ الجامعة الجزائرية متعززة بعديد الآليات في وسط الجامعة، منها دور المقاولتية التي تسعى وتهدف إلى تعزيز روح المقاولتية من خلال مرافقة الشباب، من خلال تكوينهم، من خلال إعطاء معلومات أوفر حول عالم المقاولتية، حول العالم الاقتصادي، لتوجههم يعني لتعبيد الأرضية، لتوجههم إلى سوق الشغل من خلال باب المقاولتية. نتحدث كذلك عن النوادي العلمية المتواجدة
في الجامعات، هذه النوادي العلمية التي لديها يعني توجهات اقتصادية، لديها فكر اقتصادي مساهم في الجهد العمومي، محفز للشباب في عالم المقاولاتية، وحتى تتشارك هذه النوادي العلمية مع بعض المؤسسات الأخرى لمرافقة الشباب في هذا المجال، حتى بالرجوع إلى المنظمات الطلابية. اليوم أصبحت التنظيمات الطلابية بفكر جديد حقيقة، وهذا الشيء الذي يجب الاهتمام بهذا المجال. أكيد والاهتمام بهذا المجال، لأنه يجب أن ننوه بهذا الأمر أنه اليوم التنظيمات الطلابية أصبح لديها فكر جديد، أصبحت لديها نظرة جديدة مواكبة لكل التطورات، مواكبة لكل التحولات التكنولوجية، مواكبة حتى لاستراتيجية الدولة الجزائرية. في هذا السياق أصبحت التنظيمات الطلابية تقوم بدورات تكوينية، تقوم بلقاءات اقتصادية، تقوم بمنتديات، ندوات، وحتى أيام دراسية مساهمة في الجهد العمومي حول مرافقة الشباب في عالم المقاولاتية. إذن اليوم حتى أنه بعض المؤسسات الأخرى تتشارك مع الجامعة، حتى أنه اليوم بالرجوع إلى بعض المناشير الوزارية، نتحدث عن المنشور الوزاري الصادر المشترك ما بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة. هذا المنشور الوزاري الذي المشترك الذي يسعى على تحفيز الشباب في عالم المقاولاتية، توجيههم، تبصيرهم، وحتى إعطاؤهم كل المعلومات اللازمة فيما تعلق بإنشاء مؤسسة مصغرة وإنشاء مؤسسة ناشئة، حتى أنه بالرجوع إلى يعني شهادة جامعية، شهادة مؤسسة ناشئة، هو جهد كذلك عكف عليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمرافقة الشباب لتسهيل ولوج عالم المقاولاتية في استعداد نشاطات اقتصادية. أستاذ أكرم، القرار الوزاري 1275 أكيد أنه حمل عدة امتيازات يعني لتشجيع طلبة نحو الابتكار وخلق المؤسسات الناشئة. فيما تكمن أهمية التقرب أكثر من المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمتعاملين الاقتصاديين طبعاً المحليين وإشراكهم أكثر في تطبيق هذا القرار، خصوصا أن وزير القطاع حث المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على هذا الانفتاح؟ أكيد، شوفي هذا الانفتاح هو انفتاح جد مهم لم نعيشه في مراحل سابقة. هذه المرحلة كما قلت أنه يعني هناك عمل وتضامن حكومي ما بين القطاعات الوزارية، يعني وهذا بغية الوصول إلى تجسيد أولا مخطط عمل الحكومة، خاصة أنه عشنا الأيام القليلة الماضية عرض لي بيان السياسة العامة للحكومة. مخطط عمل الحكومة في بعض نقاطه ركز على يعني مرافقة الشباب وتوجيههم في عالم وحياة المقاولاتية وانفتاحهم على سوق الشغل، لأنه اليوم يجب على الطالب، يجب على خريجي الجامعة، خريجي معاهد ومركز التكوين المهني، أن لا يطالبوا بمناصب شغل دائمة، إنما يطالبوا بتجسيد أفكارهم الاقتصادية في مؤسسات ونشاطات اقتصادية، ومن هنا نحقق المعادلة من طالب جامعي كان يطلب ويطالب الدولة بمنصب شغل سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، إلى طالب جامعي مدير للثروة، خالق للثروة، طالب جامعي صاحب فكرة، طالب جامعي صاحب مؤسسة اقتصادية سواء كانت مصغرة أو ناشئة. والاقتصاد الإحصائيات الأخيرة للجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي كانت صرحت من خلال اللقاء التنسيقي قبل يومين بولاية وهران أنه توصلوا إلى يعني خلق ما يقارب 300 مؤسسة ناشئة تبعا للقرار الوزاري المتعلق بشهادة جامعية مؤسسة ناشئة. إذن اليوم هذا الجهد هو جهد يعكف إلى التوصل إلى خلق نسيج اقتصادي متكامل ما بين كل شرائح المؤسسات الاقتصادية بغية إعطاء الفرصة، خاصة أن اليوم الجامعة أصبحت تواكب كل التحولات الاقتصادية، الجامعة كذلك المؤسسات الجامعية، وحتى لكي لا نكون مقصرين حتى معاهد ومراكز التكوين المهني. لدينا قطاعين جد مهمين في الجزائر، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، قطاعين مهمين أصبحا يواكبان المتطلبات الاقتصاد الوطني، خاصة أنه اليوم هناك يعني إصلاحات اقتصادية متعلقة بالاستثمار من خلال
صدور قانون استثمار جديد من خلال يعني الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي في إحصائية سجلت أكثر من 3000 يعني مشروع استثماري على مستوى هذه على مستوى هذه الوكالة وطنيا، وما يقارب كذا ما يفوق 20 مشروع استثماري أجنبي. إذن هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تسجل على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أصبحت اليوم تحت وصاية الوزير الأول يعني حررنا فعل الاستثمار، تحتاج هذه المشاريع الاستثمارية التي ستطلق إن شاء الله بعد يعني مناقشة قانون العقار الاقتصادي على مستوى البرلمان، تحتاج إلى نسيج كثيف من المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة لأكيد ولزيادة الإنتاجية وزيادة الإدماج. شكرا لك أستاذ أكرم زيدي رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. العفو. مشاهدينا إلى هنا ينتهي موعدي بكم مع فقرة ضيف الغرفة، نلتقي بعد الفاصل. Thank you.